بتسمع ايه بقى؟ عربي ولا فرنجي؟ عربي ولا فرنجي ايه؟ كنت بتسمع ايه؟ انت كنت عامل دوشه في الاوضه. من شويه دي اغنيه لعمر ودياب. عمر ودياب؟ وبتحب تسمع ايه كمان؟ بحب اسمع محرم وفؤاد برضو. والله؟ طب ما تسمعني حاجه. اسمعك حاجه؟ لا ما ينفعش. لا عشان خاطري. لا مش هي اسمعك حاجه. ازاي كده انت عايز تزعلني؟ لا مش زعلك بس ما ينفع، انا صوتي مش حلو اصلا. لا 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 يبقى انت مكسوف. لا مش مكسوف بس يعني ازاي؟ عشان خاطري ولا لا؟ يلا بقى يلا يلا يلا. مش هينفع. انا متضايقه عشان خاطري. طب ده هي اغنيه كده كنت بسمعها صغير اللي هي ها اللي بتاع اللي بتقول لو 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 دي اللي هي مش هينفع اصلا. يلا بقى اللي هي بتاعت لو 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 كان الامر امري لو كان في شيء في يدي كنت اقدر اشتري لك جزيره. انت بتعمل كده ليه؟ مش قلت لك انا مش صوتي مش حلو بس برضو انا بحب في اغنيه برضو كنت بحبها قوي اللي هي بتاعت سمير وصبري. والله اللي هي بتاعت سكر حلوه الدنيا سكر وسكر حلوه الدنيا. اقول لك على حاجه حلوه قوي كنت بعملها وانا صغير. لا بس والنبي ما يكونش زي الكليب اللي عملته من شويه. لا لا هو مش عجبك. بص كده في السما فوق قوي ها واسمعي صوت البحر في نفس ذات الوقت. في نفس ذات الوقت بالظبط. حاسه بحاجه؟ لا وانا دي مشكلتي من وانا صغير عمري ما حسيت بحاجه. قلت اقول لك جايز. اني حسيت بحاجه. ايه ده؟ انا عايز اقول لك حاجه كده بس متردد. لا لا قول. انت عارفه ان انت ليكي 4 ضحكات؟ ازاي؟ يعني ليكي ضحكه كده اول ما بتصحي من النوم وليكي ضحكة تانية بس من غير ما تزعلي مني. لا لا مش هزعل. لما بتكذبي. أنا بكذب؟ كلنا بنكذب. زي يوم ما كذبتي عليا وقلتي لي اطلع هات الموبايل من الأوضة، ضحكتي ضحكة كده. طب وإيه كمان؟ في بقى الضحكة التالتة اللي هي بتبقى ضحكة صفرة شوية. صفرة؟ هي مش صفرة قوي يعني هي على برتقاني شوية. لا يعني انا اقصد يعني عارفه ضحكه بتبقى فيها سماويه جايز شويه كده. ايه ده؟ بعك انا صح؟ بعك. لا يعني مش سماويه يعني تحسي فيها غل كده او فيها حقد طبقي. بقول لك انسي الضحكه دي بلاش. صح؟ انت كده قلت تالت ضحكه. الرابعه بقى ايه؟ الرابعه بقى يا ستي اللي هي طب بقى ما تقلدها لي. اللي هي عارفه لما تحكي عليكي بتقفل قوي دي اللي هي بتبقى عامله كده. انا بعمل كده. ايوه بتعملي كده. وعلى فكره هي دي الضحكه الرابعه لما بعمل حاجه كده بتعجبك وبتضحكي عليها. طب كده في ضحكه ناقصه. لا ما خدناهاش بقى دي. الصراحه اكذب عليك لو قلت لك ان انا عارف. طب احنا مش هنطلع بقى من الحفره دي؟ ليه ما احنا قاعدين اهو. وبعدين دي حفره مش عميقه ولا حاجه. خلينا قاعدين جت حد يجي يردم علينا ولا حاجه. بردانه ولا حاجه تاخد الجاكيت؟ يا ابني قلت لك 100 مره الجو حلو. اصلا حررني قوي. ممكن اسالك سؤال؟ مش مرتبط انا. مرتبط ايه؟ يعني السؤال لو مرتبط بالاجابه ممكن يتجوزوا. انا بتكلم بجد. انا طايشه. بالنسبه لايه؟ مش فاهم. بالنسبه لخوف بابا عليا، بالنسبه لتصرفاتي. انت شايفه ان خوف باباكي عليك ده اصلا تصرف غلط؟ لا طبعا. خلاص يبقى لازم يخاف عليك. انما بالنسبه لتصرفاتك بقى بتهيألي يعني لو تصرفاتك مش طايشه اكيد باباكي مش هيخاف عليك. صح؟ صح. اظن بقى تاخدي الجاكيت. انا اتكلمت كتير قوي. ده انا اللي حاسس ان انا اللي صدعتك. بالعكس انا استريحت قوي. خد. لا سيبيه بتعملي ايه؟ بس خليه بس هتاخدي برد. ميرسي قوي على فكره انت طيب قوي. شكرا. تصبح على خير. وانت من اهله. كنت براجع أغنية سكر. امضي سعادتك بقى عشان دي موافقة على البرفانات الجديدة. مش أنت موافق على المشروع ده هوت ومعاك توكيل؟ امضي أنت. على فكرة الولاد وحشوني قوي يا سالم. ربنا يخليهم لك. ما دام سعادتك بقى فتحت الموضوع أنا كمان عندي اعتراف صغير كده. إيه خير فيه يا سالم؟ لا خير إن شاء الله. أنا أصلي كذبت عليك كذبة بيضة.
الواد زكي ده يبقى ابني. زكي بقى ابنك؟ ايوه يا فندم. بس والله انا مظلوم، اقصد يعني انا اتورطت في الاول، خفت من الولد يعمل مصيبه من المصايب اللي دايما يعملها في كل شغلانه يشتغلها. على فكره زكي قال لي انه ابنك من اول يوم ما اشتغل عندي، وطلب مني ان انا ما اقولكش عشان انت هترفض، ما بتحبش الوسايط. زكي قال لك؟ اه يا زكي. لا اوعى تشتم وازعل منك. يا ريت ابني يكبر ويبقى زي ابنك زكي. بقول لك انا هدخل اشتري حاجه من المحل ده. طيب وانا هسال بقى عن اكل الكلب ده قدام شويه كده، يا رب الاقي. طول عمري بموت في الروسو. حازم حازم ولا حازم يا حازم، علقت الموزه انا سايبها لك بمزاجي. Извините, пожалуйста, где можно купить туфли, шляпа, магазин для туфли, шляпа? اصلا انا مش من شرم الحقيقه. مجازين туфли, шляпа. ايوه انا مش من شرم. انت ايه ما بتفهمش الانجليزي؟ انا مش من شرم. مجازين туфли, шляпа. يا سيدي انا مش من شرم، انا مش من شرم. لا فاني بايش. туфли, шляпа. туфли, مجازين. مجازين. بقول لك ايه بقى، مجازين امك، ما تجننيش، انا متضايق، انا مش من شرم، انا مش من هنا. Извините. Sorry. اشتم اشتم اشتم، علموك كده في بلدك تشتم. سوري. الو. اي حبيبي، ازيك وحشتني. وانت كمان وحشتيني قوي 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 قوي. لا 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 مش اتاخر، انا هخلص حاجه في ايدي كده على طول واجي. طب خلي بالك بقى وانت ماشي. ماشي يا حبيبتي. ماشي حاضر، متلاقيش، مع السلامه. ايه ده شيرين قاعده اهي؟ صباح الخير يا شيرين. على فكره انتوا اندال ليه؟ عشان خرجتوا وسبتوني الصبح، قعدت صحي فيك ساعه انت اللي ما كنتيش ساكت. برضه نادله. مالك يا عمر؟ احنا قعدنا ندور على اكل الكلب وما لقيناش، عشان كده زعلان. ولا يهمك يا اخي، اخلي حازم يجيبه لك وهو جاي. مش هيلاقي، ما انا بقول لك احنا دورنا في السوق كله ما لقيناش. لا ما هو هيجيبه من مصر. ايه ده، هو حازم راجع مصر؟ هو اصلا في مصر. ازاي؟ مشي امتى؟ مش امبارح بالليل؟ امبارح بالليل ده ايه؟ بقول لك انا لسه شايفه حالا يعني في السوق. لا 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 اكيد حد شبه. احتمال يخلق مش شبه 90. هو انتوا شفت حد في السوق؟ لا لا، ما اصل عمر وساره كانوا. ها جرس بيرد ومحدش بيرن ولا ايه؟ لا يمكن التشارج يكون خلص. او جايز البطاريه تكون خلصت برضه. ايه؟ بتحصل. طب انا بروح اتركهولك ويقول لي هو شايفني هنا ازاي. بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. بقول لك ايه، يبقى انت كده مكدباني ومصدقاه. ده واد وسخ وعايز يوقع بيني وبينك. هو ما يعرفش اللي بيني وبينك، هو فاكرنا اصحاب. يبقى عايز يكسب بنت عند ابوكي، هو عارف ان ابوكي ما بيحبنيش. زكي ما بيحكيش لبابا اي حاجه خالص. بقول لك ايه، من الاخر بقى الواد ده شكله كده بيرسم عليك، عشان كده غيران مني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا. ما انت ما شفتوش كان بيبص لك ازاي. طب انت تليفونك كان مقفول ليه؟ يوه بقول لك ايه، انا راجع مصر. لا 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 خلاص، انا اسفه حازم، انا اسفه يا حازم. واو انت عامل في شبيني بالديك. ناديله ناديله يا عمر، ناديله. انت بتدوري علينا صح؟ انت شفت حازم هنا فعلا؟ شفته لما كنا في. انت كذاب. طب ممكن تهدي بس وافهم ايه اللي حصل؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت عايز تمسك ايدي؟ انا ما قصدتش، بس انا بقى. انت كذاب. لا انا مش كذاب، انت بقى مش عايزه تكذبيه، انت حره. بقول لك احترم نفسك. الله، في ايه يا شيرين؟ شيرين انت شغال عندنا، نسيت نفسك ولا ايه؟ لا انا ما نسيتش نفسي ولا حاجه، وانا اسف كنت تعديت حدودي، واسف عشان مسكت ايدك، بس انا مش كذاب. عمر تعال هنا. مسحت لك بكرامه الارض. طب اتفضلي تعالي. لا انا هروح اشوف ساره. تروحي فين؟ ما تخش تكلميها من جوه. تعالي تعالي اتفضلي. احنا مش هنخرج بقى ولا ايه؟ طب انا اروح اغير انا. الو. ايه يا بنتي، هنخرج ولا لا؟ لا 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 انا مش قادره انسى. طب اوكي ماشي، باي. ايه بقى شيرين، ما تهدي شويه، في ايه؟ وبعدين هو احنا هنخرج كده ازاي يعني؟ خلاص ما حصلش حاجه. خلاص بقى. الله الله، ايه في ايه؟ ما تفكيها كده شويه. افك ايه؟
يعني اي حاجه يعني. تعالي معايا وانا بحلق دقني. حازم قلت لك 100 مره ما بحبش الطريقه دي، هخرج بره. اصل برضه اصل ما ينفعش حد يبقى حلو كده يعني. ايه ده؟ اسمعيني قلت لك. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ انت مجنون؟ وانت هتمشي؟ بس يا حازم بقى.